اهلا بكم، معكم نورة السعالي، وهذا فيديو جديد من موضوعات SQL عامة. توقعوا مثل هذه الفيديوهات كل يومي السبت واربعاء. نناقش موضوعات SQL عامة بفيديوهات قصيرة جدا، ومنها نناقش الاساسيات. بالتأكيد موضوع الفيديو اليوم عن order by. اذا اردت المتابعة معي اذهب لصندوق الوصف وانقر على الرابط الموجود، اسمه رابط الكود الموجود في الفيديو، فانقر على ذلك واذهب الى هناك، ستجد هذه الصفحة امامك. طبعا هنا نحن قمنا بماذا؟ بكل بساطة بانشاء جدول. هذا الجدول اسمه records، وفيه ID، فيه name، فيه date، وفيه أيضا أعمدة أخرى. لا يهم أن تفهم كل شيء مكتوب هنا في هذا الجانب من الصفحة، المهم أن تفهم الفكرة أن نحن قمنا بإنشاء جدول فيه أربعة أعمدة. الأول الـ ID، المعرف. ولكيف عرفت أنه المعرف؟ لأني كتبت بجانبه primary key، وأيضا لدينا name، لدينا date، ولدينا other columns. هنا قمت بإنشاء إضافة قيود لهذا الجدول من خلال عبارة insert into جدول records، وأدخلت أسماء ومعلومات. فإذا الآن إذا أردت أن أرى ما بداخل هذا الجدول، فبكل بساطة بكويري SQL سأكتب select all column، يعني النجمة، هذه النجمة، from اسم الجدول records. فالآن إذا قمت برن، فإذا لاحظوا هنا، لاحظوا هنا سيتظهر لي المعلومات. فإذا لدينا القيد الأول، القيد الثاني، القيد الثالث، القيد رقم 4. إذا جيد. فإذا أردت ترتيب هذه القيود، ترتيب عرضها حسب الديت، حسب التاريخ، ومن الأقدم للأحدث، فكيف ذلك؟ فبكل بساطة ألحق عبارة select from record، ألحقها بclose أو عبارة اسمها order by، ترتيب حسب. وحسب ماذا؟ بداية يجب أن أضع اسم العمود الذي أريد ترتيب حسبه. فإذا هذا هو اسمه date، وثم أكتب طريقة الترتيب. هل أريد الترتيب تصاعدي؟ التصاعدي يعني ascending، أم أريد ترتيب تنازلي؟ التنازلي يعني descending. بالنسبة للتاريخ، التصاعدي يكون من الأقدم للأحدث، أو من التاريخ القديم للتاريخ الجديد أو الحديث. فهنا سنكتب order by ascending، يعني من الأقدم للأحدث، و run. فإذا لاحظوا الترتيب كيف سيكون، اختلف الترتيب عن السابق. فإذا الآن أصبح لدي الترتيب علي أول شيء، لأنها قام يعني الديت، قيمة الديت الخاصة بسجل علي هي سنة 21، هنا لدينا 22، هنا 22، فتم الترتيب حسب الشهر، فشهر 1 أكيد قبل شهر 3 الميلادي، وفي النهاية لدينا سنة 23 مع جوانا. وبالتالي أنا قمت بترتيب القيود حسب الديت من الأقدم للأحدث باستخدام descending. لو استخدمت descending فيعتبر أن الآن من الأحدث للأقدم، التاريخ الأقرب للتاريخ الأبعد. فإذا لنرى، فإذا لاحظوا الآن جوانا البداية، ثم لدينا جاد 22 شهر 3، ثم شهر 1، وهنا لدينا 21 مع علي. فإذا الآن أصبحت من أحدث للأقدم. الترتيب ليس فقط يكون عبر الديت، ربما حسب الاسم من A to Z أو Z to A. فإذا أردت الترتيب من A يعني ترتيب أبجدي من A to Z، فبكل بساطة أكتب ascending. فالآن run. فإذا لاحظوا أول شيء حرف الـ A، ثم J، ثم J هنا، وثم N. إذا أردت العكس من Z لـ من Z لـ A، فلاحظوا أول شيء ستكون N نورس، ثم J، وثم جاد، وثم A بعلي. جيد. فأيضا يمكن الترتيب حسب other column. فإذا بدلا أن أرتب حسب name، أرتب حسب other column descending. مرة أخرى ستكون من Z to A. فإذا run. فإذا لاحظوا الترتيب سيكون كلها info، لكن الترتيب من الأرقام الأكبر للأصغر. لماذا؟ لأن قلنا descending. ولو كتبنا هنا مثلا ID حسب الـ ID، يعني الترتيب هنا حسب الرقم الـ ID، فسيكون والآن descending سيكون من الرقم الأكبر للأصغر. ولو غيرتها لـ ascending ستكون من الرقم الأصغر للرقم الأكبر. فإذا للتلخيص، إذا أردت ترتيب السجلات لدي، أستخدم close order by ثم اسم العمود الذي أريد ترتيب حسبه، و أحدد هل أريد ترتيب تصاعدي أم تنازلي. الترتيب التصاعدي بالنسبة للتاريخ يعني التاريخ الأقدم
للأحدث، بالنسبة للإسم من A to Z، بالنسبة للأرقام من الرقم الأصغر للرقم الأكبر. أما الترتيب التنازلي descending بالنسبة للتاريخ يكون من الأحدث الأقدم، بالنسبة للأحرف من Z to A، وبالنسبة للأرقام يكون من الرقم الأكبر للرقم الأصغر. فإذا هذا كله لهذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم، ونلتقي بفيديو جديد.